السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا ديما على خير وبخير. اليوم غنعطيكم 8 ديال الطرق للحفظ او تخزين الدجاج بطرق غزاله لذيذه مختلفه، طرق كتشهي الوليدات بزاف وكتسهل عليك، خصوصا اذا كنتي سيده عامله كتجي كتبغي تلقى الاطباق ديالها ساهلين باش توجدهم، وحتى اذا ما كنتيش عامله وكنتي غير في الدار عطى الله ما يدار من غير اننا نبقى واقفين في الكوزينه النهار كامل. فغنقترح عليك 8 ديال الطرق باش تحتفظي بهذا الدجاج بطرق بنينه بزاف ولذيذه لذيذه لذيذه، ويعني بحال المحلات الكبرى ديال اللي كيبيعوا الدجاج وكيبيعوه بطرق مشكله وتيكون بثمن غالي بزاف، فانتيا ممكن تصايبيه في دارك. هنا اول حاجه غادي نقول لكم المقادير على حسب يعني في وسط الفيديو. هنا خديت كيلو ديال الكفته ديال الدجاج وكيلو ديال القطبان وكيلو ديال الصدر ديال الدجاج. غادي نبداو اول حاجه بالكفته ديال الدجاج، غنشوفوا اشنو غادي نشكل بها. اذا تنديرها في شي بول. واحد حاجه نوصيكم عليها، الا كنتو غتجيبوا الكفته من عند مول الدجاج فقولوا له يغسل الدجاج قبل ما يطحنوا. اذا ضفت ليها هنا الملحه وضفت ليها معلقه كبيره ديال الثومه، شويه ديال الابزار، وغادي نخلط هادشي مزيان. من بعد ما خلطت غادي ناخد شي طبق هكا يكون مسطح، غندير فوق منه اما ورق الطهي اما ورق الالومنيوم ما كيهمش، وغادي نسرح الكفته ديال الدجاج باش دير ليا طبقه مقاده. كناخد هنا ورق الطهي وكنحاول نعاود نسطحها مزيان يعني بالمساعده ديالو. من بعد غادي ناخد الجبن ساندويتش وغادي نستفو فوق من الصدر ديال فوق من الكفته ديال الدجاج بحال هذا الشكل. غادي ندير واحد رشيشه ديال جبن الشيدار من الفوق الى توفر عندكم، وغادي ندير طبقه اخرى ديال الكفته ديال الدجاج من فوق الفرماج باش كنشكل طبقه اخرى. غادي نعاود نسطح مزيان وغنقطع نحيد كاع الزوائد اللي جايين من وراء يعني من غير الفرماج، يعني جايين من فوق اطار الفرماج. غادي نقطعو مربعات ولا حسب الشكل اللي بغيتو تقطعوه، مربعات دوائر يعني بلومبورت بياس اللي بغيتو تقطعوه ديك الساعه كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كنقطعو كنخليهم مجموعين وكندخلو للمجمد حتى كي يعني كيقرب يجمد، باش كنقلبوه كنلقاوه قصاح وقابط راسو مزيان. من بعد ما كيقبط راسو كما قلت لكم غادي نحيدو من هذا الورق الالومنيوم، كتشوفوا كنحسو به مربعات يعني متماسكه. وغادي ناخد اول حاجه غادي ناخد الشكل الاول غادي نديرو في الشابلوغ. اذا اول شكل غنديرو في الشابلوغ. هاد الشابلوغ انا شريتها هكا مصايبه، هي فيها الزعتر وازير، فيها شويه ديال الفلفل الحار، فيها يعني مخلطه فيها مجموعه ديال الحوايج، تقدروا تشدوا الشابلور العاديه وتزيدوا ليها هذه الاضافات هذو. اذا الشكل غادي نديرو هكا وغادي نجمعهم في هكا دي بلاطو ديال البلاستيك ولا بلاستيكات غذائيه وجمعوا فيها. غير هو ضروري يكونوا هاد المربعات مجمدين يعني باش ما يتلاصقوش مع بعضياتهم، تكون كل وحده مجمده بوحدها. هنا درت شويه ديال السانوج مع الزنجلان بيض، خلطتهم حتى هما هذا الشكل الثاني ديال هاد المربعات، حتى هما نفس الشيء. غادي ندوز فيهم المربعات ديال الدجاج وغادي نخليهم يتجمدوا كل وحده بوحدهم فارقين، وعاد نجمعهم الى بغيتو غتجمعهم في اكياس بلاستيكيه هكا فاش كتبغي كل وحده، كتجبدوهم هكاك مفروقين ما كيجيوش ملاصقين يخسروا الشكل بعضياتهم، وفي نفس الوقت ما كتحتاجوش تبقاو ديكونجليو
الدجاج كامل على قبل مثلا بغيتو غير جوج حبات ولا ثلاثة. ولا الشكل الثالث خديت فيه شوية ديال التوابل المكسيكية، هادو كيتباعوا واجدين هكا، كتشريهم من عند العطار. زدت عليهم شوية ديال الأزير وشوية ديال الزعتر. وغادي ندوز فيهم المربعات حتى هما. بالنسبه لداكشي اللي بقى ديال الصدر ديال الدجاج، ضفت ليه معلقه ديال الطحين، وضفت ليه شويه ديال السانوج تقريبا معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الزنجلان، وخلطت مزيان. كما كتعرفوا الكفته ديال الدجاج ديجا معطره، هذه غير الاولى وشاط ليا داكشي اللي شاط ليا من دوك المربعات، هادشي اللي غندير به. غادي نضيف ليهم ايضا شويه ديال الشيدر او شويه ديال الجبن عادي محكوك يعني ادام، ونخلط هادشي. ندير شويه ديال المعدنوس، ونخلط هادشي مزيان، ونشكل منه كويرات، وكويرات نبسطهم باش يوليو بحال خبيز. بهاد الشكل غادي نعاود العمليه لداكشي كامل اللي بقى ليا ديال صدر الدجاج او كفته الدجاج. من بعد غنبدا ندوزهم في الطحين، البيض، ونفس الشابلور اللي هضرت عليها قبيله، او تقدروا تدوزهم في شابلور عاديه. وغنستفوهم حتى هما مفارقين في شي طبسيل او بلاطو، وندخلهم المجمد حتى كيتجمدوا مفارقين كل واحد بوحدو، عاد كنجمعوهم في اكياس بلاستيكيه. دابا غادي ندوزو القطبان ديال الدجاج. غادي ندير تتبيله تقليديه، ضفت الكمون، شويه الابزار، شوية التحميرة، والخرقوم، سكينجبير، ثومة، شوية زيت البلدية، الربيع حتى هو يعني القزبر ومعدنوس. وغنبقى ناخد هاد القطيبات ونصايبهم في العويدات ديال الخشب باش نحتفظوا بهم مصايبين. غادي نديرهم في اكياس بلاستيكيه بحال هكا، وتا هما كنديرهم في المجمد. بالنسبه للنصف الثاني يعني نص كيلو الثاني ديال الصدر ديال الدجاج، حتى هو غادي نديرو بطريقه مشرمله. غادي ندير ليه الملحه والزعتر وازير والثومة وقزبر اليابس وشوية ديال الفلفل الحار وشوية ديال المعدنوس، ثومة بودرة. وبنفس الطريقه حتى هما كنديرهم في قطيبات، وغنجمعهم بنفس. ودابا غادي ندوزو لي زيمانسي ديال الدجاج. كيفاش غندير ليهم؟ اذا غنبدا بلي زيمانسي الاولين، غنديرهم شويه عراض باش نصايب بهم
دي نوغيت ديال الدجاج، فكنقطعهم شويه عراض غادي نضيف ليهم الملحه والابزار وشويه ديال الثومه بودره، نخلطهم مزيان وغنبدا ندوزهم في الطحين والبيض والشابلور. من بعد غناخدهم ونستفهم في شي طبصيل يكونوا مفارقين وغندخلهم المجمد يتجمدوا هكا مفارقين، عاد نقدر نجمعهم في كيس بلاستيكي باش يجيونا ساهلين في الطياب ديالهم. لي زيمانسي التانيين غناخدهم وغنقطعهم رقاق غادي نضيف ليهم واحد الفليفله حمراء مشويه وفليفله صفراء مشويه. علاش درتها مشويه؟ لان فاش كنديروها خضراء كتطلق الماء في الطياب لانها كتكون تجمدات، فمن الافضل ديروها مشويه، منها كتعطيها مذاق غزال غزال للدجاج ومنها كتخلي لا تيكستور ديالو زوينه. دونك غادي نضيف كما قلت لكم الفلفله مشويه، غادي نضيف حتى الشامبينيون غادي نضيف معدنوس وفقط غنضيف الملحه وغنخليه بحال هكا باش الا بغيتو تستخدموه في التوابل مثلا بغيتو ديروا بشي توابل فخيطه بغيتو ديروا باي توابل اخرين كتلقاو هو الدجاج ناطخ ما فيهش مذاقات اخرين، كنتوما كتبداو تزيدوا العطريه على حسب نتوما شنو بغيتو ديروا. فانا ضفت غير الملحه والزيت البلديه وتا هما غنجمعوهم في اكياس بلاستيكيه بنفس الطريقه وكل شيء ها هو عندي واجد. اذا لي كروكيت ها هما دوك المربعات ديال الدجاج بالجبن والقطيبات لي زيمانسي وهذوك لي نوغيت. زعما كنصحكم بزاف انكم ديروا هاد القضيه لان فعلا كتسهل عليكم بزاف بزاف، وهذا الشيء اغلبنا كيشريوه من الزنقه وكيتشرى غالي ومكنعرفوش شنو فيه في العطريه وما كيعجبناش اصلا. انا المذاق ديال الزنقه ما كيعجبنيش المذاق ديالهم، دونك من الاحسن اننا نصايبوهم بلوغو ديالنا. وكنتمنى الفيديو يكون مفيد وشكرا لكم على المتابعه. والبنات نعاود نوصيكم الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم وخليو لي تعليق ولو نقطه او ايموجي او اي حاجه اي حاجه اللي كتبين بانها قناه عليها التفاعل، لان سبب نزول القناه هو التفاعل اللي قليل. شكرا بزاف بزاف لكم وان شاء الله مع فيديوهات قادمه. الى اللقاء.